الملكي اللي حاول يلقى الحلول الهجوميه. هنا فرصه من الجهه اليمنى اللي قادها محمد الشيبي، تمريره تدخل الدفاع ثم كانت تمريره خاطئه من العربي الناجي، تعود من جديد لمحمد الشيبي اللي تمكن من تمريره عرضيه ميليمتريه انه يضع الكره امام محمد الخلوي اللي نجح في وضع الكره في شباك الحارس حمزه الحمياني، وتقدم لفائده فريق الجيش الملكي. فرحه للاعبي فريق الجيش الملكي بهذا التقدم. بعد ذلك تابعنا رده فعل فريق النهضه البركانيه هنا بواسطه موسونغو تشادراك اللاعب الكونغولي الذي يمرر، ولكن لم يتم استغلال هذه المحاوله من طرف اللاعب كيسيندا تويسيلا. مره اخرى تسديده ديال اللاعب والمدافع حمزه المساوي مرات جانبا من القائم الايسر لمرمى الحارس ايوب الكرد. كرات الثابته كذلك شكلت خطوره، هنا تسديده قويه لمحمد الشيبي مرات جانبا. تواصلت محاولات فريق الجيش الملكي خصوصا بواسطه اللاعب محمد الخلوي، هنا يسدد وتدخل الحارس حمزه الحمياني. محمد الخلوي اللي كان نشيط خلال هذه الجوله الاولى، لتنتهي هذه الجوله الاولى بتقدم فريق الجيش الملكي بهدف للا شيء. الجوله الثانيه من لقاء الجيش الملكي امام النهضه البركانيه، عرف اندفاع قوي من لاعبي فريق النهضه البركانيه من اجل العوده في نتيجه هذا اللقاء. هنا فرصه بواسطه لاعب ابراهيم بحلاوي الذي يمرر، وتدخل الحارس ايوب الكرد عندما كانت متابعه للزامبي تشما كلاتوس. كرة ثابتة كذلك شكلت خطورة، هنا تسديدة قوية، كرة كان تصدي الحارس ايوب الكرد اللي كان تصدي جيد. محاولة أخرى بواسطة يوسف الحليم اللي دخل خلال الجولة الثانية، وتدخل ممتاز للحارس ايوب الكرد الذي يبعد الكرة. عبد الكريم بعدي هنا يمرر، تجي لاعب يوسف الفحلي الذي يمرر كرة من تمكن من تسجيل هدف في الوقت القاتل والحاسم للمباراة وهدف التعادل لفائدة فريق النهضة البركانية. نزل كقطعة ثلج على لاعبي فريق الجيش الملكي وابتدى النهضة البركانية اللي كان حاضر بشكل قوي خلال الشوط الثاني يتمكن من الحصول على النقطة في هذه المباراة، تنتهي بتعادل إيجابي هدف لمثله.